السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله داكو عصوبة تشانل كان يوتيوب تشانل كان سبسكرايب نوصا إن شاء الله داكو نوصو داكو متهاي ولا لي هرونو لجو غانا سودوو فيديو غانا سي لايكر إن شاء الله محن جيتشين دورا إنا وحكو فايدي دونتين ما انتو حرام إنا كاشيك يو قضبو كاميد آه قصة دي نبي الله يوسف عليه السلام وقصة عجيب آه وقصة وحيالة بدن لغا برانكارو او آدي آد مهيمو آه غفكو دون نفتي سو كودة بغانا او واح بدن كفايدي دونو نبي الله يوسف عليه السلام وحكا مصيري ولا ليهيس او آبيهيس للو إسيقا كواوينا مسيرك إيه كم الصيران أيوة أركان أبوه دينو كجعلي هاي وحي كان سطين النبي الله يوسف تيق على إن عيل كريدان مرك عيل كريدان النبي الله يوسف عليه السلام عليه السلام ضد صعطاء أي مارتا من عيل كبحيي كد من العجر أي كسيستي ولا ليس وكيف سدين وي يعني إنه أي سن ضد مبارك أي يجو رجينيين سيدي أيو كنت جاي هالكاس مصر أيو آذي نبي الله يوسف عليه السلام جورجي نك عزيز جاي مجال هذا هيست أي جورجي سلجي جاي ويل أيو كيا شيء ما دابا وها نبي الله يوسف ويل يرو آذ وقرح بضن وما شاء الله قفل بتش عليه السنة جاي جورجي سوق جوا أي واحد على طي نك عزيز جاها حاس كسي أي نبي الله يوسف آذ وتش على طي آذ إلهي وقت الماما يا إنه ما ركت جعل كأي قبتي يربتان كأي ربتي وقلبي جاذا شاحي بإلهي قرآن كسر كوت الماما يا كدبنا وايد دونت نفتي سأيك دونتي نبي الله يوسف غف معرفت ده النبي إلهي إلى لنا يا يو هاي إن وحيري إلهي ربي وحيرها يعني بعد تدق إلى الدنيا يعني حبسك أيام كدور بذا يا أن كجع على هاي سيدي أيام نبي الله يوسف عليه السلام وحبسك هو قلاي حبسك سوى معرفت كجرا أيوه حكلا كل ما لمني لبدي نين ريا أي أشياء يعني واحد كده واحد كل يومي متكان سوى معرفت مدي إذا إيشين برع متقع عنيان mid kana wuxuu yiri waxaan ku riyooday in isana sharaab sameynayo khamr iyo sharaab miiraya nabiyullah yusuf alayhi salaam riyada ayuu u fidiyay wuxuu ku yiri midkin waa la dili doona kadibna geed ayaa la saari doona shimbiraha ayaa meexiisa ka cuni doona midkina waa la fasixi doona kadibna boqorkiisa ayuu u shaqeyn doona sharaabki iyo khamrigi wuxuu u sameyn jiray ayuu u sameyn doona sida ayay noqotay midna waa la dilay midna waa la fasaxa midkii la fasaxay ayuu nabiyullah yusuf alayhi salaam wuxuu yiri igu xus بقر كاجا أكتي صو أشياء جنا هالكان ظلم كحيران هاي إلهي أمر كيس نيك وسكهل ما مثلا ذاك دب أيها واحد رياضي بقركي بقر كوي حكر رياضي تضبص ساعات أي تضبص بربورن يوك رياضي أو تضبص ساعات لا يعنى يعني تضبص ساعة بربورن يوح حكر رياضي تضبص سول أو عجار أو مارك تا دوج أي تضبص سول أو قلا لا يوك رياضي رياضي أيوح أصلا بدي جاي دتك ومارك تا ما ذحذا وها وح كوي رياضي أيها كوي رياضي بل إيه فسيرة كد واحد هين دتكي وحرية ما أنا ووحس كقرو يو بارك تا وحن وحبك تشيل نينه وحن أنا جو مفسر كأن أرض النجات نينكي هاد كور نبي الله يوسف الرياضة أفسر أيه وح حسوس النبي الله يوسف حبسي ما داب أهرقه المام كد بقى يوسف حسوس الرياضة صدرت يا ما كد بقى يعني قدرة أنا أنا يوه رمي دونا نينكي سيد أيه كوب حي نبي الله يوسف أيه تجاو حكيره هم بضنا ناقة ورهن رياضة أيه بقر كي كور رياضة بعدو كورهن قف أدو أنت هالصوص أنا كهر إلهي سبحانه وتعالى بيت على السنين أيوة كنت الماما يا إنه معركة النبي الله يوسف عليه السلام حبسي كوسي تري كدي منين كقصة أنا قدر أكو يري رياضة إيه فصير أدو محاسة ما إله صاحب كا أو حبسي كوي إلا وي وأنتو حبسي كب حي أدو قولي بقى عاوي سر رياضة أو فصير طي كدي من أتري يعني معركة ده الصع عاوي بكدي كان تها بقر كا أقول شيء أنا هالك دول مقول حيران هاي كدي من صاحب كا إسكك إلا وي مركو أنتو كوسو بعض حبسي كوي ما أدو محاسة ما إله نبي الله يوسف عليه السلام رياضي أيو أفسر وحو يري تدبصنا وحا إيمان دونا برواقة كدمنا قلاشة وحا إيمان دونا تدبصنا وأبارة تدبذي السنة برواقة هاد وحا كيد ستين تدبذي السنة أبارتا أيا عوني دونا بغرك أيا رياضي الله دعا يعني قابك الله أفسري كدمنا وحو يري نينك هلا يقو يرى رياضا سوى أفسري نبي الله يوسف نينك باكو صنق وحو يري بغرك أيا كو يري رياضا دي الله دعا مارك تعجيب بين نقطي قابك مارك تاوي هل بين نقط الرياضي هل بين أهين نبي الله يوسف وحي يري مايا حبسي كان كبح مايا إلا لعدي سببت أن حبسي كان كسوه قلي سؤال شكرا ماشا أنت على وحي ويان أذيقو حبسي كتشر إنت أصو الصنو كدبنا بقر كي مقالة أما مدحوينيه مقالة وكو يري يري نين كان هلقا صو صار حبسي كا محاسة ماين لهايد كل أنه هراء وبح لها حبسي كا لكن نبي الله يوسف عليه السلام وحي يري وإن لعدي دمر كي حبسي كا إسوه قلي يا رنتي إسوه قليين وإن لو أجاذ أنا أنوك بري أهاي ناكتي أما جبدي عزيز كما بقرك وقبي أنا أنوك نفتي ذك الدنيا يدو معركة عيد المذاء عيد دانتي سدي أيام معركة الوعد يدو ملك العيال السجوي يروح لين كان صوب تحبس كل لوج اللي يجبدي معركة بقرك وقبي النفتي هرق وقد دانتي كدي من واحد تري حد أيام حق حسوستي أنا جا أيام نفتي سكد دوري بين البدء أيامها لكن السجوي هلو أيوها سدي أيو النبي الله يوسف عليه السلام حبسي جو وصوب حي
كدبنا وضن كيبو ووحو بكان نقضوا ماركتا مامولة إيو ماركتا ونبغل كيبا ماركتا كسرييي سنة ذاك كدب أيا وحا كدع داي ولاليهيس ماشي أي دقنايين إيا سنة ذي أبارتا هايو داعي أيا وحا أصوبا هذي ولاليهيس أدوغو ولاليهيس مركا أصوبا هذي ويجمد إساقو هو أقوانصان لكي إيوغو ميسا أقوانصان ما دابد إنتا أصوصان إيكا سووريكتي نبينا يوسف عليه السلام مركو أقوانصان ولالكيس أيو ماركتا سيسير أغار الله الله يحكوير ولالكا أيان أهي يوسف أيان أهي een adu waxay isku waafaqeen een bahalkii wixii uu cuntada ku beegayay inay maaragtay ratigi walaalkiis watay walaalkiisii ku hooyada aha in la galiyo kadibna loo maleeyay walaalkiis inuu tuug yahay ee saas maaragtay lagu soo qabto ee uu maaragtay waqtiisa ku reebtado walaalkiis la haro adigu qisadu way dheer tahay laakiin waxaan ugu la jeedaa qisadu way dheer tahay qisadu qisa aad u dheer weeyaan laakiin meelaha aan isleeyahay muhiimka ayaan ka soo qaadaya adigu walaalis ayaa ku soo noqday kadibna wuxuu yiri ma igaranaysaan ayagu wariiba baahi u qaba xilli ay baahi u qabeen dulmigaas dhan ay ku sameeyeen ay ceel ku rideen ay aabihiisi isaga ay marka aabihiisi u jiclaa ay kala dheereeyeen ee aabihiisi u ooynayay iyo murugadii intii wiilkiisa Yusuf u maqnaa murugadii murugeenayay ay keensatay xataa inuu indhabeelo oo ay marka ay aad u la yaabi jireen samir yani samirku ka samri waayay madaba uu nabi aha ilaahay wuxuu sheegay maaragtay inuu san dhiman oo nabiyuhu yusuf alayhi salaam nabiyuhu yaquub aan ka wada alayhi salaam wuu ogaa wiilkiis inuu nool yahay ee wiilashan ay been sheegayaan kadibna waxay ku dhahayaan yani innaka la anta yusuf yusuf miyata ay ku dhahay markay u yimaadeen oo maaragtay kadib yani qisadu way dheeray laakiin ay ogaadeen ay shakiyeen ayay ku dhahay yusuf baa tahay markaas uu ku yiri ha yusuf ayaan ahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nooga kin gargaaray ayuu yiri yani ilaahay ayaa noo hiiliyay kadibna way isceebsadana waxay dhahayaan yani wallahi in waxun baan kugu sameeynaa yani ataa qof ku dulmiyay markuu hoostaada yimaado qaabku u cataabi lahaa ayay u cataabeen walaalihii yusuf kadibna calayhi salaam nabiyuhu yusuf wuxuu yiri la tathriba alaykum alyawm yani wax dambi yadushina ma ahanin ilaahay hayni dambi dhaaf yani sheydaan ayaa aniga idinka dhexdeena galay yani magownibo ka weyn ayaa jirta qof ku dulmiyay waliba dulmigu waa kale badan yahay naftaada isku dayay maaragtay inuu ku dilo isku dayay ceel kugu riday een aabaha iyo adinka in kala dheereeyay intaas oo sanaa ay ka soo wareegtay aad intay hoostaada yimaadaan ay ku soo baahdaan aad hadana ku tiraahdid waan yani wax dambi ma lihidin wax anaana maanta dushina ma ahaanin ilaahay subxaana wa tacaala ha idin dambi dhaaf yani gobanimo ka weyn ma jirta qof sameyn laa talo ma jira ilaahay oo rabbi wallahi waa gobanimo cajiib aad ayaan ula yaabay mid kale aan la siiyamna waxay ahayd saaxiibkiisa ay xabsiga isku jireen nabiyullaahi yusuf intaas oo sano kadib isagoo maaragtay waliba fariin faray oo yiri boqorkaaga agtiisa igu sheeg intaas oo sano kadib markuu u soo laabtay kuma soo dhihin warniyo xabsiga igu ulowday waxba ku qabamay arado iga tag muusa dhihin yani saaxiib xun ayaa ahayd waxba kuma soo dhihin riyadii ayuu u fasira yaa ajiib wallahi waa gumanimo marka waxaan ka qaadanaynaa caafitaanka inaad qofka caafidid waliba adoo awooda inaad ka aargoosatid oo ilaahay awooda ku siiyay haddana aad ka doorbidid inaad caafidid walaalkaaga kugu khaldamay ama walaalka ahaa ahaado marka waxaan ka baranaynaa qisadaas inaad maaragtay qalbigaana furno inaan dadku qofka isagoo kugu khaldamay adoo waliba awoodu inaad ka aargoosatid haddana aad iska caafidid maaragtay ilaahay hortiisa uga tagtid waa gobanibo aan gobaniba ka dambeyn. Salaamu calaykum waraxmatullaahi.